هنكسر القاعدة ونتكلم عن نهاية الحجاج ابن يوسف الثقفي. هو مش خليفة طبعا، لكن دوره في فترة الخلافة الأموية يخليه بجد نجم النجوم يعني. فهو شخصية درامية بكل الأبعاد، وعلى إيده كانت نهايات مؤلمة ودموية لخليفة زي عبد الله بن الزبير وأصحاب عبد الله بن الزبير وتابعين وشخصيات تابعين من تابعين الرسول يعني، وشخصيات محترمة ومقدرة في التاريخ الإسلامي، وكان يشتم بعض صغار الصحابة كما يروي النووي. وإذا كان معظم المسلمين شايفين أن بني أمية اغتصبوا الخلافة بغير حق، وإنهم ثبتوا حكمهم بالقوة أحيانا وبالفلوس والرشاوي وبالسياسة واللين والدهاء أحيانا، فالحجاج ابن يوسف الثقفي شايف ان الامويين اصحاب كفاءة في الحكم وانهم الاقدر والاولى بسياسة امور الناس. وعشان كده مش غريبة ان الحجاج كان محفظ قرآن في الاساس للاطفال، وفي الكتاب اللي كان عامله ابوه في مدينة الطائف، ويبقى بعد كده له مكان ويعني رهيبة في التاريخ الإسلامي وفي الدولة الأموية خصوصا، ويتولى في عهدها ولاية العراق اللي كانت مركز الـ يعني الشرق والخلافة الأموية كلها. يعني باختصار يبقى الحجاج حاكم البقاع الممتدة ما بين العراق حتى نهايات الثغور في آسيا الوسطى والهند. يعني شوف كم دولة دلوقتي بالتاريخ الحديث، يعني نقدر نقول انه امبراطور تاني للامويين بيحكم اكتر من نص الدولة الاموية. كان الحجاج في ولايته ديكتاتور طاغية بالمعنى الحرفي للكلمة، وضاق الناس به جدا وبقسوته، وحملوا له في قلوبهم كراهية كبيرة. ولكن خلفاء بني امية عبد الملك بن مروان وابن الوليد ابن عبد الملك بن مروان كان ليهم رأي تاني، شايفين ان المدافع الاول عن تثبيت سلطانهم أطلقوا له العنان وأعطوه كافة الصلاحيات بطريقة لم تتح لغيره من الولاة لا قبله ولا بعده، بما أنه ما كانش فيه رقابة ولا محاسبة لأفعال الحجاج وثقة مطلقة فيه. الحجاج تجاوز الحدود وطغى واستبد وظلم وأخذ الناس بالشبهات حتى في المدينة بتاعة النبي نفسه، صفى وقتل كل من تسول له نفسه الخروج على الأمويين أو الاعتراض على سلوكه هو شخصياً. ففي البداية والنهاية عند ابن كثير يحكي لنا ان الحجاج كان كثير قتل النفوس التي حرمها الله بأدنى شبهة. وعن عدد الناس اللي اتقتلت على ايده، المؤرخين بيقولوا ان عددهم اكتر من 120,000، معظمهم او مش معظمهم كلهم من المسلمين، فيهم عدد لا بأس به من الصحابة زي عبد الله ابن الزبير، ومات في سجونه ما يزيد عن 50,000 راجل و 30,000 امرأة، يعني ما كانش بيفرق بين الجنسين. ارقام صعبة كبيرة قوي مبالغ فيها، لكن الدلالة فيها اهم من الحقيقة، وهي ان عدد من قتل على يديه آلاف مؤلفة. وكان أشهر من قتلهم الحجاج عبد الله ابن الزبير، والتابعي اللي هو المفسر الثاني للقرآن بعد عبد الله بن عباس سعيد بن جبير الذي دعا عليه فمات ولم يقتل أحدا بعده. وحتى كان هو يسميه مش سعيد بن جبير، كسير، شقي بن كسير، يعني سعيد ابن جبير قصي ابن كسير، شقي ابن كسير. وبسبب سياسات الحجاج القمعية المتجاوزة لكل القيم، قيم المواطنة، قيم حقوق الإنسان طبعا في عصرنا، كان في حالة من الكراهية بينه وبين أشرف من أنجبت العائلة الأموية وهو عمر ابن عبد العزيز. كان الوليد بن عبد الملك اختار عمر والي على المدينة المنورة وهو عنده 25 سنة، عمر ابن عبد العزيز. وكان عمر لا يطيق سماع اسم الحجاج بسبب سياساته الدموية، وكان بيحذر الخليفة الأموي اللي هو ابن عمه الوليد بن عبد الملك من الحجاج ومن أعماله. الحجاج كان عارف موقف عمر المعادي له، فبدأ يخطط للانتقام منه وعزله وإبعاده عن ولايته عن المدينة، لا سيما وقد أصبح الحجاز ملاذ للناس من الحجاج، يعني الحجاز أصبح ملاذ للناس من الحجاج وجبروت الحجاج، فيروحوا يقعدوا عند ابن عم أمير المؤمنين اللي هو عمر بن عبد العزيز وقتها. وبدأت المؤامرة على الراجل الشريف، فقد اتهموا الحجاج عند الخليفة بأنه بيقوي الخارجين على الدولة والعصاة لأوامره. وبعد إلحاح من الحجاج في السكة دي مع شوية ملابسات تانية، داق الوليد بن عبد الملك بابن عمه عمر بن عبد العزيز وأمر بعزله عن المدينة بعد أن كان والي عليها وعلى الحجاز مدة 6 سنين. استمتع الناس فيها بسياسة حكيمة وعادلة. استمر الحجاج بعد كده في سياساته اللي وافقوا عليها الخلفاء،
وفيما بعد ولما نهايته أجابت وحس إن الحساب جاي جاي بدأ يندم، ولما حضرته الوفاة وأيقن بالموت قال له اسندوني وأذن للناس فدخلوا عليه، فذكر الموت وكربه واللحد وحشته والدنيا وزوالها والآخرة وأهوال كتيرة، وتحول يعني إيه لوعظ وبكى وأبكى حتى الناس اللي حواليه أكيد من محبينه وكده زي مشهد الموت في كل الحياة. فأمر الكاتب أن يكتب للوليد ابن عبد الملك الخليفة في وقتها: أما بعد فقد كنت أرعى غنمك وأحوطها حياط الناصح الشفيق برعية مولاه، فجاء الأسد فبطش بالراعي ومزق المرعى كل ممزق، وقد نزل بمولاك ما نزل بأيوب الصابر، وأرجو أن يكون الجبار أراد بعبده غفراناً لخطاياه وتكفيراً لما حمل من ذنوبه. وطبعاً واضح من الرسالة اعتراف الراجل بجرائمه وذنوبه أو ندمه أو خوفه من مقابلة ربنا. المهم ختم حياته: اللهم اغفر لي فإن الناس يقولون أنك لن تغفر لي، عبارة في غاية الإبداع والبساطة. ومن المفارقات أن عدو اللدود عمر بن عبد العزيز عجبته جدا هذه الكلمات، وقال أنه بيحسد الحجاج عليها أنه ربنا ألهمه بها قبل ما يموت، يعني يمكن ربنا يغفر له إيه من وجهة نظر عمر بن عبد العزيز. ومن وجهة نظر كمان سعيد بن المسيب قال: أخشى الله أن يغفر للحجاج بسبب هذه الكلمات. المهم الحجاج لو جئ عمر بن العزيز قال على الحجاج: لو جئنا بالحجاج ابن يوسف في كفة وجاءت كل الأمم بولادها الظلمة في كفة لرجحت كفة بني أمية بالحجاج واللي عمله الحجاج في الرعية بتاعة بني أمية. ويمكن من الطرائف اللي حصلت والطرائف دالة على شخصية الحجاج في عصره إن هو مرة كان بيستحمى بيسبح في أحد الخلجان في العراق وكان هيفطس ويغرق، ويعني تعثر في السباحة فقفز له أحد الفلاحين أو الرعاة حول الخليج وأنقذه من الموت، فقال له يعني اطلب من شئت اطلب ما شئت حديك اللي انت عايزه. فقال له: انت فاكر نفسك مين يعني؟ انت راجل غلبان بتستحمى في البحر زينا أو في الخليج يعني زينا. فقال له: ده أنا الحجاج ابن يوسف الثقفي. قال له: لو عايز مني يعني طلب أرجوك ما تقولش أن أنا أنقذتك لأن الناس بتكرهك. يعني دي حاجة يعني ممكن تكون نكتة ممكن تكون ما حصلتش، لكن دالة برضو قصة تانية دالة إنه هو كان ماشي وكان يعني أحياناً يتلطف مع غير خصومه السياسيين، يعني الناس اللي هي البسطاء وكده كان أحياناً يعني يصهين معاهم شوية. فمشى لقى واحد بيقول له يعني اتكلم معاه شويه، كلام اخد راح وجاه راح وجاه، فقال له: ايه رايك في الحجاج؟ قال له: الحجاج ده ابن 60 في 70 وعمل كذا وراجل ظالم ومفتري وكذا وكذا. ف يعني قال له: انت اسمك ايه؟ قال له: اسمي كذا كذا. فمن انت؟ قال له: انا الحجاج. وراح يعني مسكه من قفاه فقال له: يا سيدي انا ليا يعني ايه لمتان في العام، لمه الصيف ولمه الشتاء، وهذه لمه الصيف يأتيني فأخرف ويجي لي نوع من الجنون وأهرتق وأقول ما لا ينبغي. فالحجاج ضحك وسابه يعني ما عملوش حاجة. فبرضو القصتين يعني سواء قصة الخليج أو قصة الرجل المجنون يهزي هذا ألا مجنون أهزي، فالاتنين بتبقوا يبقى ليهم يعني دلالة على هذا الشخص وجبروته في العراق وما حوله حتى الهند وحتى بلاد الحجاز ومدينة النبي محمد المدينة المنورة.